السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم 24 فبراير 2020 والساعة 9:48 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب. أزل في اللون إخواني، صارت اليوم شائعات من أن خالد نزار قد هلك. صراحة اللي سألوني لا أعرف، لكن أتمنى أن يتمكن منه الشعب الجزائري قبل أن يذهب عند الذي لا يظلم عنده أحد. أتمنى أن كل المجرمين الذين أجرموا في حق الجزائر وخربوها ونهبوها وجعلوها دولة فاشلة وجعلوا شعبها يعيش المرارة تلو الأخرى أن يحاكموا في هذه الدنيا قبل المحاكمة المطلقة، المحاكمة العادلة. اليوم أيضا في حديث على أن الصحفي سعيد بودور سيقدم غدا مرة أخرى للمحاكمة أمام مجلس الظلم، المجلس القضائي في وهران. وأخونا سعيد بودور وهو صحفي وجهت له مجموعة تهم، يعني توفيق وسعيد وطرطاك لم توجه لهم كل هذه التهم. أمامي هنا القائمة، للأسف أمامي القائمة هنا لكنها بالفرنسوية، خلينا نحاول نترجم مباشرة. قال لك من التهم الموجهة له، من بين التهم أتنت ومورال دي تروب، المساس بمعنويات الجيش، المساس بالوحدة الوطنية، نشر وثائق هدفها ضرب المصلحة الوطنية، وتراجع كور كونسيتي، ربما نقول المساس أو التعدي على جهاز رسمي، نشر صور ووثائق بدون موافقة، أتانت على في بريفي دي بيرسون، مساس بالحياة الشخصية للأشخاص، ديفاماسيون اي مناس دو بوبليكاسيون سلون لا ميم سورس. مجموعة كبيرة لصحفي ولمجموعة، في الحقيقة هناك مجموعة من الصحفيين موجهة لهم تهم بشكل أو بآخر قريبة من هذا، لأن سعيد بودور ليس هو الصحفي الوحيد الذي يقبع وراء القضبان، إنما هناك صحفيين آخرين، ومن بين هؤلاء الصحفي مصطفى بن جامع، وقد تمت محاكمته أو يستدعى مرة أخرى الآن من طرف ما يسمى بمجلس قضاء عنابة. هناك أيضا عبد الحي عبد السميع المسجون الآن، وهو صحفي حر وكان اشتغل حتى إلقاء القبض عليه في قناة المغاربية، واثنين أو ثلاثة من الصحفيين الآخرين لعلي سبق لي وأن تحدثت عليهم. عدد من الصحفيين، لم نسمع ولا دولة واحدة. كلما سجن صحفي في أي بلد تنبري مجموعة من الدول، خاصة الدول التي تدعي أنها ديمقراطية، وتندد بسجن الصحفيين. مثلا وجدنا هجوم عنيف على أردوغان في تركيا لسجن صحفيين. رأيي أن الصحفي لا يسجن إلا ما يقوم به في إطار ما يقوم به من عمل صحفي. طبعا هو بشر، هو إنسان، هو مواطن مثل الآخرين، لكن فيما يتعلق بعمله كصحفي، إبدأ رأي، إبدأ موقف، أنا من رأيي ألا يعتقل أو يسجن أي واحد بناء على إبدأ رأيه أو موقف، لكن المتضرر قد يلجأ إلى القضاء. في الجزائر إذن كان مجموعة من الصحفيين معتقلين أو على أبواب أن يعتقلوا، وليس هناك بلد واحد في العالم، دولة واحدة في العالم تدافع عنه.
هل أنا من رأيي أن تتدخل الدول وتدافع عنهم؟ هذا رأيي لا. يعرف الناس جميعا رأيي في قضية التدخل الخارجي. أنا من أشد الناس عداء واعتراضا على التدخل الخارجي، خاصة بعد ما شاهدناه في ليبيا. هل كان يجب إسقاط القذافي وتحرير ليبيا من طرف شعبها؟ كان واجب، ليس هناك خلاف في ذلك، لكن التدخل الخارجي يومها أفسد الثورة الليبية بكل أسف وألم. إذا ليس هناك بلد واحد في العالم احتج على هذه العصابة للتسجن الصحفيين، في حين أن صحفي يسجن في كوبا أو في الصين أو في الهند أو في تركيا أو في كوريا أو في أي بلد، تحتج الدول وتغضب وقد تقطع علاقاتها حتى أو تضيق على البلد الذي يفعل ذلك. هذا باختصار بسيط نعود به مرة أخرى لفكرة أن الجزائر قطعة وكانها قصعة أو قصعة دار حولها الذئاب والضباع لنهبها، ولذلك يريدونها فاشلة وضعيفة وبنظام ضعيف وبنظام يقهر الأحرار. لأن في الحقيقة أنا ذكرت الصحفيين، لكنكم تعرفون أننا ذكرنا مئات من الرجال والنساء الذين سجنوا أو الذين على أبواب أن يسجنوا من طرف هذه العصابات. إن نظام يسجن أحراره وحرائر البلاد، إن نظام حكم يقهر شعبه، إن نظام حكم يفتح خزائنه وأسواقه وموانئه وأجواءه للقوى الخارجية، في حين يضيق ويجعل من البلاد جحيما على أهلها، هذا النظام وجب سقوطه، لأنه ليس نظام إنما هو عصابات. اعتقل أيضا أول أمس يوم الجمعة بالضبط ياسمين سيحاج محند، وهي جزائرية مقيمة بفرنسا وكانت تشارك في مظاهرات الحراك بمناسبة الذكرى الأولى للحراك للثورة الشعبية. في نفس اليوم اعتقل الأستاذ حميد حمداش، وكلاهما قد أودع السجن، والسبب أن الاثنين كانوا يصوروا في الحراك وكانوا في لايف، وطبعا التهم موجودة. وغدا يحاكم مرة أخرى إبراهيم العلامي، وهذه المرة مع 15 تقريبا أو 13-12 من إخوان. والتهمة هذه المرة بالنسبة لهذه المجموعة، طبعا إبراهيم العلامي كما تعرفون مسجون في البرج وحوكم أكثر من مرة، وآخر مرة كان قد تم تبرئته، ومع ذلك يقبع في السر لأن هناك تهم أخرى وجهتها له العصابة. ينتقمون إبراهيم الإعلامي انتقام شديد، فإبراهيم الإعلامي كان من الذين حركوا البرج، برج بوعريريج، ونعرف أن برج بوعريريج ظل لفترة من أقوى مراكز الحراك، وكان يجب بالنسبة للعصابة كان يجب تكسير الحراك عن طريق عملائهم في البرج وبلطجيتهم، خاصة عن طريق بن حمادي وأدنابه وأتباعه هناك. وطبعا الهدف من بين الأهداف الرئيسية لإحرار البرج كان إبراهيم الإعلامي. إذا غدا يقدم إبراهيم الإعلامي للظلم هناك، لمحكمة الظلم هناك، والقائمة فيها إضافة إلى إبراهيم الإعلامي عبد الرزاق عباش، عز الدين بالخير، عز الدين بوطبة، عبد الحق شماني، توفيق ميسور، يزيد ميسور، عبد النور زايد، نصر الدين بالفروم، خير الدين زايدي، ناصر أربوش، بلال بورحلي، وسيد خميستي. أدعو أحرار البرج أن يحاصروا محكمة الظلم هناك غدا، وأن يرفعوا شعارات قوية في وجه هذه العصابة، وأن على الأقل يسمعهم
المتهمين اتهاما باطلا يسمعهم هؤلاء الأحرار ويعرفون أن الشعب معهم، فإن عرفوا ذلك زادت معنوياتهم وقويت معنوياتهم. مهم جدا يا إخواني الذهاب ومحاصرة هذه المحاكم، محاكم العصابة، وكشف أسماء القضاة الذين يحاكمون الأحرار. كما رفع الشعب الجزائري وأحراره محمد بالهادي ورفع اسمه وأصبح أشهر قاضي في البلاد، فإن القضاة، قضاة التليفون، يجب أن يكونوا أخزى وأسفه قضاة البلاد حتى يعرفهم الناس. إذن أدعو إخواني في البرج غدا وفي المدن المجاورة للبرج، خاصة سطيف وكل المدن المجاورة للبرج، كل أحرار البلاد هناك، أن يتظاهروا بالآلاف وأن يحاصروا هذه المحاكمة وهذه المحكمة، محكمة حينما يحاكم اللصوص والسفهاء حينما يحاكمون الأحرار. كان هناك أيضا حديث اليوم من أن أخونا رشيد نجاز قد رفض أو سيرفض المثول يوم 26 أمام محكمة الظلم بالقليعة، وقال بأنه يريد محاكمة عسكرية، لأن الذين اعتقلوه هي المخابرات العسكرية، هي المخابرات، هي الدي ار اس، وأنه بما أنهم هم الذين اعتقلوه فهو يريد أن يحاكم، وحتى طلب أن يحاكم وفق المادة 77 و 78. والحقيقة أن العصابة، سواء اتفق الناس مع أخونا رشيد نجاز أو اختلفوا، وبالتأكيد هناك ملاحظات بعض الأحرار، لكن مما لا شك فيه أن رشيد نجاز ساهم بطريقته بدوره في إيقاظ بعض النفوس وبعض العقول. إذن يرفض أخونا رشيد نجاز الذهاب إلى المحاكمة ويطلب محاكمة عسكرية. أنا لست مع هذا الرأي، ولو كنت، لو كان رأيي يصل له وهو السجين اليوم، لقلت له كل المحاكمات جريمة، كل المحاكمات للأحرار جريمة، لأن الشعب يريد أن يحرر القضاء ويحرر الشرطة ويحرر الدرك ويحرر البلاد، وها هو تبون ووزراء وأتباع يعترفون من أن الحراك أنقذ البلاد، أنقذ الدولة من الانهيار. هذا بعباراتهم هم، أنقذ الدولة من الانهيار. ما يجب أن نطالب به ليس لا محكمة عسكرية، لأن المحاكم العسكرية هذه أصلا محاكم تاع ظلم وعدوان. عسكري يتلقى الأوامر، كيف له أن يرفض أوامر أسياده من الجنرالات ويحكم بشيء يخالف ما يريدونه؟ طبيعة الحال هذا، ولذلك في كل الدول المحترمة ليس هناك محاكم عسكرية وليس هناك محاكم خاصة، هناك جهاز قضائي واحد، جهاز قضائي مدني واحد يحاكم كل الناس. لكن في بلادنا بما هو معروف فإن القضاء لا يسجن إلا الشرفاء والأحرار. طبعا اليوم موجودين بعض كبار عناصر العصابة، لكن هذا ليس لأن القضاء حر أو الشرطة حرة، أو إنما باختصار بسيط لأنه صراع عصابات. صراع عصابات أدى أن العصابة اللي تغلبت فرضت نفسها على الآخرين. شكرا لك يا مصطفى. اليوم أيضا أنا بديت لكم اليوم بمجموعة أخبار قبل أن أتحدث على نقطتين أساسيتين، وهو تصريحات لتبون وتناقض رهيب، أو على الأقل تناقض واضح فيما يتعلق بالغاز الصخري. كي نقولوا هذه العصابة تخاف ما تحشمش، فهذا مؤكد. درك تسمعوا واش قال قبل، واش قال قبل يومين، واش قال قبل حوالي 3 أسابيع على الغاز الصخري. وأيضا نقطة أخرى نتعرض فيها الصراع متاع الجنرالات الآن، أو على الأقل بعض الإشارات، خاصة بعد رفض أعلى رتبة في الجيش بن علي من مغادرة مكتبه ومن الإقالة التي وجهت له أمس.
هذول النقطة الرئيسية سأتحدث عنهم بعد أن أكمل مجموعة من تعليق على مجموعة من الأخبار. اليوم قالوا أنه تم تعيين نور الدين خالدي كمدير عام للجمارك، خلفا لمن؟ خلفا لشخص يسمى محمد وارت، وهذا محمد وارت كان عين في أبريل الماضي، يعني ما زال ما فاتوش عليه 10 شهور. كان في الحقيقة قبل حوالي 10 أيام تبون أعلن من أو عين مدير عام آخر للجمارك، لكن جهة ما داخل الجنرالات رفضت التعيين، فكانت فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة. ما يسمى بالرئيس يعين مدير عام للجمارك؟ جنرال داخل كمشة الجنرالات من خلف الستار تتحفظ على ذلك وتعترض على ذلك التعيين، ولم يتم التعيين بالرغم أن جرائدهم وقنواتهم كانت أشارت لها. اليوم هم عينوا مدير عام واحد آخر، إن شاء الله ما يخرج جنرال آخر من الخلف ويعلن أنه غير راضي على هذا. جمارك نقطة حساسة للغاية، فكل ما يدخل للبلاد وما يخرج منها يمر عبر الجمارك، وهناك تتم صفقات، وهناك تتم إلى درجة أن بعض الديوانة بعض الجمركيين يشترون مناصب في الأماكن الحساسة بمليار، 500 مليون، 400 مليون، 800 مليون. يعني هو يخلص على أقصى تقدير 6 ملايين ولا 7 ملايين الشهر، يشري منصب بمليار. لماذا؟ لأنه يعتبره استثمار، لأنه على باله إذا كان وجد في المكان الحساس والهام هذاك المليار يعود يدخله في شهر. هناك من حكاوا لي بعض اللي دخلوا في الصيف من إخواننا خاصة المقيمين في الخارج، لأن بعض الشرفاء بعض الجمارك الشرفاء قالوا لهم بأن المعلم يقول لهم اليوم الدخل نتاعي لازم يكون 50 مليون، اللي فوق 50 مليون ليكم، ولا اليوم الدخل نتاعي 150 مليون، اللي فوقها ليكم. بمعنى خذوا الرشاوي، اضغطوا على الناس، انهبوا. وطبعا أي واحد راه يسمع فيا الآن يتذكر، خاصة يدخلوا عبر الميناء يتذكر على ما يحدث له من كثير من الجمركيين المرتشين اللي هم أصلا تابعين لمرتشين أكبر منهم، وللجهاز كله أصبح في النهاية عبارة عن لصوص. أتحدث على قيادات الجمارك خاصة وليس على الموظفين العادي. إذا هاو اليوم عينوا مدير عام جديد، سنرى إذا كان ما عودوش نحاوه كما الأسبوع الماضي وكانت فضيحة لتبون الذي يقول أنه رئيس. البارح أيضا لعلكم تابعتم من أنهم قالوا من أنه تم إيداع البروتوكول السابق رقيق، هذا مختار رقيق لبوتفليقة، تم إيداع السجن وقد وجهت له مجموعة كبيرة من التهم. أو اليوم تم إيداع السجن، قد وجهت له مجموعة كبيرة من التهم، وهذا مختار رقيق بقي بروتوكول لبوتفليقة أكثر من 15 سنة. طبعا هذا مختار رقيق في الحقيقة أسرة كاملة من المفسدين. السؤال اللي مطروح هو ألم يكن مختار رقيق قد اختارته المخابرات؟ ونحن نعرف أن المخابرات والدرك والشرطة كلهم يقدموا تقارير لأي مسؤول، خاصة إذا كان مسؤول بهذه الأهمية، مسؤول في يعني أقرب شخص لما يسمى بالرئيس أو من أقرب المقربين إليه، البروتوكول نتاعو. نعم ديريس اخترته وكانت تعرف فساده وظلت تعرف فساده، ولكن ديريس عندنا لا تحارب الفساد، تحارب الأحرار. ديريس عندنا لا تدافع عن المجتمع، تكسر المجتمع، لا تحمي الدولة، تفكك الدولة. والدليل أنهم هم الآن يعترفون أن توفيق 25 سنة على رأس الديرس رب الجزائر كما كان يقول هم سجنين، واللي خلفه مولشينيور طرطاق هم سجنين. لذلك نقول لإخواننا
من الضباط خاصة الضباط الصغار في الدي ار اس في كل المخابرات. هي الدي ار اس وعندها عدة إدارات، أو المخابرات العسكرية أو الداخلية أو الخارجية. يجب أن تفكروا دائما بأنكم موظفين لدى الدولة وليس لدى عصابات راح مسجونة في السجن، والبقية راح تسجن بإذن الله. ويجب دائما أن تفكروا بأن لا تكونوا لعبة في أيدي هؤلاء، لأن هم أصحابهم يعترفون بأنهم مجرمين ويدخلهم للسجون، فأنتم ما تكونوش لعبة في أيديهم. تأتيني مرات أخبار من بعض الأحرار، وحتى على المتابعات وعلى المحاولات اللي راهم يحاولوا ضد بعض الناس في الخارج وفي الداخل وكل ما يقومون به، يوصلني بعض الأشياء من داخل المخابرات. ما زالت المخابرات في الجزائر رغم سقوط 2 من كبار رؤوسها، ما زالت بكل أسف الدي ار اس، واليوم راهي تحت القبضة الرهيبة نتاع بوعزة وسيني، ما زالت تعمل على تفكيك المجتمع وتفكيك الدولة طبعا. والحراك والثورة الشعبية هو همها الرئيسي، وليس الاختراقات الخارجية وليس السفارات الأجنبية التي تتلاعب في البلاد وليس الجواسيس الذين يملؤون البلاد. هذا كلها ما يعنيهاش، يعنيها هي متابعة أحرار البلاد في الداخل والخارج. تحدثنا أمس على اللواء مجاهد عبد العزيز مجاهد، اللي عينه اليوم اكتشفنا أنه مش فقط عينه مستشار أمني، مستشار عسكري وأمني. واللي كان عنده شك في عودة دولة التوفيق وأتباع التوفيق، فإن تعيين عبد العزيز مجاهد يؤكد له ذلك. أقول هذا خاصة لبعض الناس البسيطين اللطفاء الذين خدعوا بالنوفمبرية والباديسية. لم يكن قايد صالح نوفمبري باديسي، بل كان كابران عند كابرانات فرنسا وكان قاتلا، ولم يكن مجاهد نوفمبري باديسي. وهو التأكيد، مجاهد أحد ذيول دولة التوفيق. صحيح توفيق لم يستطع حمايته في 2003 حينما طرده محمد العماري، ولكن عودته اليوم المسمات سليمة المساني في جريدة الوطن واسمها الحقيقي زينب أبوشو. زينب أبوشو هذه اللي تسمي نفسها سليمة المساني تستطيع أن تضيفها إلى حمالات الحطب. هذه سليمة المساني عندها 25 سنة أو أكثر وهي تصب في الزيت على النار، وهي من بين صحفي الوطن المجرمين الكبار. سليمة المساني أحد عناصر الدي ار اس التي لعبت دور خطير في تهديم البلاد وفي النفخ. كل مجرم تقدموا على أساس أنه إنسان. اليوم وش تقول على هذا مجاهد؟ ولعل الكثير منكم شافوه في بعض القنوات، وربما حتى في القناة المغاربية كان مرتين وثلاثة قابلني هكذا، ومرة انضم في قناة الحوار، وكثير منكم ممكن شافوه أو سمعوه. وش تقول عليه؟ تقول لك انتلكتيال جويسون دان غرون ريسبي اوبري دي سي كامارات، مثقف ويحظى باحترام كبير عند زملائه. بطبيعة الحال حينما يكون زملائه عبارة عن جهلة وبعضهم قتلة، يكون مجاهد مثقف. مجاهد يجمع كلمات كبيرة، استراتيجية، المؤامرة الدولية، مانيش عارف على بعضهم، ويقولهم. وحينما جيت تفكك الكلام نتاعه لا تستطيع أن تخرج بجملة واحدة مفيدة. هذا اللي تصفه زينب أبوشو أو سليمة المساني كما تسمي نفسها بالمثقف، والذي يحظى باحترام كبير. تقول انت راهو كلوزوفيتس
أو خالد بن الوليد أو في الأفكار العسكرية. قاتل كان يقتل في منطقة البويرة وفي الأخضرية، وكان يومها هو قائد المدرعة، قائد المدرعة الأولى أو كتيبة المدرعات الأولى. الفرقة الأولى المدرعة بعبارة أدق. وطبعا شنقريحة كان أحد نوابه أو قائد أركانه، كانوا يخرجوا ويأتوهم ليعتقلوهم، ليتهمون بأنهم إرهابيين، وكثير منهم لا علاقة لهم لا بالعنف ولا بالإرهاب ولا بأي شيء، ويقومون بإطلاق الرصاص عليهم بإعدامهم ميدانيا. وهناك شهادات، طبعا زاد جاتني شهادات بعد الحديث البارح عليه، وإن شاء الله نلقى فرصة ونضم كل هذه الشهادات ونحاول نستخرج منها ما يفيد الجزائريين لمعرفة الحقيقة، أو على الأقل كما أراها. إذن هذا مجاهد اليوم تذكر جريدة الوطن، وبذكره في طريق جريدة الوطن وعن طريق سليمة المساني التابعة تماما لتوفيق والدي ار اس نتاعو اللي كان عنده شك أو يتأكد. ها هو المقال لمن يريد أن يتأكد منه. ما زال نعود نرجع له بإذن الله. هناك كثير ما يقال على هذا مجاهد، واختيار تبون له أو يعني اختيار الجنرالات له ووضعه مستشار أمني وعسكري وليس فقط أمني كما ذكر من قبل، يؤكد بعودة دولة التوفيق وبالمكر اللي راهم يريدونه لهذه البلاد. تعيين مجاهد عنوان لكوارث قادمة، ولذلك على أحرار البلاد أن ينددوا بهذا التعيين وأن يذكروه بأنه قاتل وبأنه مجرم وبأن مكانه هو محاكمة عادلة يقوم بها قضاة عدول وليس قضاة تليفون، وأقل شيء مكانه الآن أن يسجن إلى جانب سيده في انتظار أن تقوم دولة الشعب بعد أن تختفي دولة الحنوشة بإذن الله. إخواني، غدا الطلبة في ثلاثاء 53 تذكروا هذا القاتل ولا تنسوه، لا تنسوه لا هو ولا اللي عينه تبون ولا اللي من خلفه من جنرالات. بهذا التعيين يثبت تبون من أنه متواطئ مع كمشة الجنرالات، ومن أن إعطاء منصب لأحد كبار القتلة في التسعينات منصب بهذه الأهمية يثبت أن هذه دولة حنوشة وليست دولة شعب. تبون اليوم يقول: كنا سمعناه قبل حوالي 3 أسابيع فيما قاله حول الغاز الصخري، لكن مع ذلك خلونا نتذكر ما قاله أو ما قاله اليوم قبل 3 أيام، ثم نعود إلى ما قاله قبل ذلك، لأن قال لك، خلينا نسمع أحسن. الحديث عن هذه النقطة تحديدا عن الأوليغارشيا، لكن قبل ذلك ذكرت أن الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مصادر المحروقات ستنتهي منه الجزائر، لكن هناك من انتقد هذا الانتقال من الاعتماد على البترول إلى الغاز الصخري، كيف تردون على ذلك؟ والله الغاز الصخري هذه بالمبررات لإثارة الغضب، لأن عندنا مقابلنا خصوم في بعض الأحيان تغلط في الفصيلة ما توضعهاش في مكانها، يقول لك علاش الفصيلة ما توضعتش هنا. أنا لم أقول أننا سنستغل الغاز الصخري، قلت بالأرقام أننا اليوم تطور والنمو نتاع الجزائر، تطور الشعب الجزائري خلانا نستهلك ما يقارب النصف من إنتاجنا تاع الغاز، وإحنا دولة غازية أكثر من هي بترولية. بالنسبة للمحروقات نفس الشيء، إذن لازم في وقت ما
وصلنا بهذه الوتيره وممكن نستورد الغاز، هذا غير منطقي وغير معقول. هذا واش قلت؟ ما قلتش اننا سنستغل الغاز الصخري، قلت بالحرف الواحد ان القضيه هذه القرار معلق الى تقرير الخبراء. الخبراء يقول لك غير